السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله بدي أعملكم زرب بس بالبيت بالفرن إن شاء الله. حطيت الطنجرة فيها شوية زيت أكلة، حطيت زيت في الطنجرة، بدي أحط بصل والثوم قبل ما يحمر يستوي إن شاء الله، بدي أحط عليهم مي، هذه اللي بدي أحطها على الرز إن شاء الله. حطيت البصل والثوم، استنى عليهم شوية بس يتحمصوا، بعدين احط عليهم مي واخليها تغلي. نقعت الرز وغسلته، هذا كيلو رز من الرز الحبة طويلة. هذه الاكلة بتنفع للي بيعملوا دايت لانه ما فيها اي شيء من اللي بنصح، وانا زي ما بحكي لكم انه انا ما بحط على اكلي ماجي، يعني ما بحب احط. هاي حطيت الرز، بدي احط معلقة فلفل اسود، معلقة كركم. طبعا انا سبحت البصل والثوم، حطيت مي وحطيت معهم ملح، زنجبيل نص معلقة، وشوية قرفة قد ربع معلقة صغيرة، وبدي أحط هيل كمان معلقة صغيرة، وبدي أحط كباب صيني كم من حبة. هذا برجع لكم، إذا موجود عندكم حطوه، مش موجود مش مشكلة. وبدي أحط ورقار ونتفة ملح لاني انا ما كترت على المرقة، وعندي جوزة الطيب كمان دقيت نص حبة كمان، هذا اختياري اذا انتوا بتحبوا تحطوا. وهيك خلصنا، بدنا نحرك المكونات مع بعض. سبحت البصل، حطيت زيت شوي مش كتير عشان تكون أكلة صحية إن شاء الله، وتنفع للي بيعملوا حمية غذائية. دايما هذا الرز اللي حبة طويلة ما في نشا كتير زي الرز الأبيض، الرز البني بيكون دايما ما في نشا كتير. هيك بتكون جاهزة، تحط عليها المرقة اللي حطيت عليها البصل والثوم. بسم الله، طبعا بكون انا معاير الرز كيلو، يعني بحدود انا من عندي 5 مقات، انت بتعايري قديش اكم من مق، وبتحطي الرز. هذا بده كل كاسة بده تقريبا كاسة ونص اللي هو مي. هيك احنا خلصنا هاي التتبيلة، بدي احط عليها قزبير. كثير سهلة، وبدي أعمل فتحات فيها عشان أحط عليها الدجاج المتبل. تكون مل على الفرن ومسخناه. هيك خلصنا من الرز، بدي أجيب الدجاج. الدجاج طبعا انا غسلاه، بدي املحه، احط عليه كركم يعني كمية منيحة قد معلقتين ثلاث كركم، وبدي احط عليه نسبة زنجبيل قد نص معلقة صغيرة، نسبة فلفل اسود كمان قد معلقة صغيرة، في عندي فلفل حار أحمر مطحون بدي أحط عليه،
متفت قرفة. في عندي شطر شطة سائل عفوا شطة سائل كمان. هذه كلها إضافات للي بحب يحط عليها. بدي أحط عليها متفت خل، معلقة تقريبا، معلقة لبن رايب، ومعلقة كتشب. بدي أفركهم منيح بالجاجة من برا ومن جوا زي ما انتم شايفين. أفركها بالتتبيلة وبخليها شوي تكون متبلة قبل بوقت، بس أنا عشان صرت متبلة الجاج وحط الرز حط عليه المرقة تبعته فما بصير. بدي أحطها زي ما انتم شايفين على الجزبير زي هيك. إذا في عندي جزر، في بصل، أي شيء بتحبوا تشوه معها بتحطوه. بدي أحط بصل أنا معها، عندي بصل صغير بحبه أنا مع الأكلة هاي. بحب تحطيه وبتقزدري عليه هيك يكون جاهز. بنحطه بالفرن تقريبا ساعة، ساعة وربع، ما نفتح عليه الفرن. بعدين بنشوف ان شاء الله بفرجيكم اياه. بعد ما اخلص بعد الساعة ساعة وربع بقيم القزدير هذا اللي فوق الجاج وبنزله تحت عشان يتحمر وجه الدجاجة. فرجيكم اياها ان شاء الله بس اطلعها من الفرن. وهيك طلعتها من الفرن. بدي احط عليها الفحمة، ادير عليها نتفة زيت، بعاود بس افكرها بالجزير. ومثل ما انتم شايفين بعاود برجع بسكرها بالقزدير تقريبا 10 دقائق او 5 دقائق، وبعدين بقيمها وبحطها بطبق التقديم. وان شاء الله يا رب تعجبكم، وان شاء الله بتضلكم مشتركين معي، واللي مش مشترك يشترك ان شاء الله عشان كل اشي جديد يصلكو. وانا تقريبا اكلاتي كلها تنفع للي بيعملوا دايت، وان شاء الله يا رب تنال اعجابكم. يعطيكم العافية. وهيك الأكلة صارت جاهزة، زرب بالفرن، إن شاء الله بتعجبكم، وصحتين وعافية.